الجرثومة الحلزونية كتير سمعنا عنها وفي كتير ناس بتخاف منها. اليوم رح نحكي عنها أكتر. معنا الدكتور محمد. كيفك دكتور؟ رسالة أنا جيلين. احكي لنا أكتر عن الجرثومة الحلزونية. الجرثومة الحلزونية كتير الناس زي ما قلتي بتسمع عنها وكتير نسبة الإصابة عالية، يعني بجوز 60% أو 70% من الناس عندها جرثومة الحلزونية، ولكن في بعض الناس بتعمل عندهم الأعراض. طبعاً هاي موجودة everywhere، الجرثومة الحلزونية موجودة في الأكل، موجودة عند الناس، ممكن أنا أنعدي من إشي أكلته أو ممكن حدا شخص بأكل معاه وجبة أنعدي منه. هاي الجرثومة بتروح بتعيش بالمعدة، فأحسن محل تعيش فيه هي المعدة، منطقة الصابة فقط هي المعدة. في بعض من الناس يعني برسنتج بسيط كتير بصير عندهم أعراض من هاي الجرثومة. زي إيش أعراض؟ يعني أعراضها ممكن يكون عصر في الهضم بعد الأكل، ممكن حموضة في المعدة، ممكن في حالات متقدمة تسوي تقرحات في المعدة أو في الاثنى عشر، فبالتالي المريض يشكينا والله من وجع أو ألم بعد الأكل أو وجع عند الجوع أو لا سمح الله نزيف. إيش فحوصات ممكن أن نعملها لحتى نتأكد إنه إحنا عنا الجرثومة؟ بدي أحكي إن فحوصات مش لازم نعملها، لأنه كتير بيجون على عيادة وبيجي بيحكوا لي والله أنا رحت عند طبيب معين أو حدا معين وفحص لي إياها بصورة السونار أو الألتراساوند. طبعاً هي بكتيريا ما بتبين لا بألتراساوند ولا بصور أشعة. طبعاً أنا جبت هون طرق معددة كيف نفحص الجرثومة الحلزونية. من فحوصات الجرثومة الحلزونية اللي هو فحص البراز، ممكن نعمل فحص براز ويطلع لنا الجرثومة الحلزونية. الفحص الثاني إيش بنسميه بريث تيست اللي هو فحص النفس، هذا بيعتمد إنه الجرثومة لها خاصية إنها تفتت مواد معينة وتفرز غازات، هاي الغازات نقدر بفحص النفس نعملها. من الأشياء اللي كتير إحنا بنستعملها خلال التنظير، هاي هون أنا جبت لكم عبارة عن زي مادة هون زي ملقط، نأخذ عينة بسيطة جدا من المعدة، بس نأخذ العينة هاي من المعدة بنحطها بمادة زي هاي المادة بالضبط. المادة هاي، هاي المادة هاي برضو بتعتمد على خاصية البكتيريا إنها تكسر مواد معينة موجودة في البكتيريا وتعطينا هالإنديكيتر هاي الأحمر إنه هو موجودة. طبعا آخر إشي بحب أحكي عنه، خليني أحط هذا هون. آخر إشي بحب أحكي عنه الزراعة. في بعض الأحيان نعمل زراعة على الجرثومة الحلزونية. من وين نأخذ العينة؟ بنأخذ العينة من المعدة. من الفار نفسه؟ بالضبط، من الفار نفسه، لأنه المنطقة الوحيدة اللي بتعيش فيها الجرثومة الحلزونية هي المعدة. هاي بالحالات اللي جدا نادرة إذا بدنا نعرف كيف بدنا نعالج الجرثومة الحلزونية. يعني مريض بيجي بيحكي لنا والله أنا أخذت كورس واثنين وثلاثة ولسه الجرثومة موجودة وعندي أعراض، ساعتها بنضطر إن نعمل زراعة معينة للجرثومة عشان نعرف شو حساسيتها للمضاد الحيوي. أوكي، شو في أمراض مرتبطة بالجرثومة الحلزونية؟ كتير في ناس بتخاف لأنه منها، بتصير تحكي لك عندي سرطان، بتتحول، مش عارف إيش. بالضبط. هلا الأكثر الأشياء اللي ممكن تسبب الجرثومة الحلزونية التهابات المعدة أو تقرحات المعدة، قرحة المعدة أو قرحة الاثنى عشر. في بعض الأحيان وبنحكي بأحيان كتير 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 نادرة، وأنا بركز جدا جدا نادرة، إنه ممكن يسوي أورام، أورام الغدد اللمفاوية للمعدة بنسميها المالتوما، ممكن تؤدي إلى أورام المعدة. بكرر هاي الأمور كتير كتير نادرة. إنه الجرثومة الحلزونية تعملنا ورم، ولكن وجدنا بالدراسات إنه اللي عنده الجرثومة الحلزونية فرصته شوي صغيرة شوي صغيرة أعلى من غيره إنه يعمل عنده هاي الأورام. طب إيش طرق العلاج؟ طبعا طرق العلاج جدا مهمة، عبارة عن بكتيريا فبدها مضاد حيوي، ولكن للأسف لأن إحنا كتير بنستغل المضادات الحيوية بنستعملها بطريقة خاطئة، بلشت هاي البكتيريا يصير عندها مناعة. فبالأول كنا نحكي على العلاج الثلاثي، يعني ثلاث أنواع من المضادات الحيوية أو نوعين من المضادات الحيوية زائد نوع يثبط نسبة الحموضة في المعدة. هلأ بسبب هاي المناعة عند البكتيريا نضطر نعطي أربع أدوية، منها ثلاث مضادات حيوية وزائد دواء يثبط الحموضة. وإيش كتير مهم بحكي، كتير ناس بيجوني بيحكوا لي والله إلي ثلاث أشهر بتعالج للجرثومة الحلزونية. هذا إشي غلط جدا، ماكسيمم تتعالج لأسبوعين لثلاث أسابيع، مش أكتر من هيك. مفروض خلال أسبوع لعشرة أيام نتخلص من الجرثومة، فماكسيمم مدة العلاج لا تتجاوز الأسبوعين. معناها ما مش كتير يعني زي ما الناس بتحكي عنها أنها بتخوف وبتعمل كتير أشياء. لا ما بتخوف، بالعكس. إشي في كتير من الأمراض إنه إحنا بنفحصها لسبب من الأسباب ولكن بنقرر ما نعالجها. يعني إذا المريض ما عنده أي أعراض نهائيا، مثلا جاي بحرقة بالمعدة ولكن وليس حموضة، مو شرط تكون عنده مثلا جرثومة زي ما الناس بتفكر. بالضبط، أو ممكن عنده جرثومة بس مش عملية له أي مشاكل، متعايش معها عادي مش عملية له أي مشاكل. فأنا بحب أطمن الناس إنه هذا إشي كتير كومن موجود عند الناس. في بعض الأحيان بنحب إحنا نعالج هاي الجرثومة. هي الفكرة إنهم يتعالجوا، إنه ما نطنش المعلومة بس نكون مثلا بالزبط. عرفنا إنه عنا هاي الجرثومة. بالضبط، الواحد ما يلاقيش منها يعني إشي طبيعي. يسلموا كتير إلك دكتور، شكرا كتير لك. شكرا كتير. وهلأ منتابع معكم فقرات الأطباء السبعة.